ربنا أرادك تتخلص من هذا الحال اللي بيتعبك نفسيا، توقع الأسوأ، وتبقى المتوكل. لن تستطيع التوكل على الله إلا لما تطمن له وتشعر أنه مخبي لك الأحسن. يريد الله أن يخفف عنكم، تطمن لوعد ربنا ده. عشان كده ربنا قال في القرآن: ولله غيب السماوات والأرض. اللي جاي يغيب ده عند ربنا. ولله غيب السماوات والأرض فاعبده وتوكل عليه. اطمن، شايل لك أحسن.